خويا الصغير ولا تعدى علي عنده 25 عام ولا تكرفص عليا من المزيان وما كاينش اللي يديك السبيطار ما كاينش اللي يعتني بك. ما خدام ما والو، حتى الماكله اللي بغيت ناكلها دابا مالي الدار قطعوا عليا الماكله وقطعوا عليا كل شيء، حتى ملي نبغي ناكل لما مشيت سعيد في الزنقه ما كاين والو، ما ماشي دي وجه السعايه وماشي وجه تعطي شي حاجه. الحمد لله عندي رجلي عندي يدي خاصني عيني باش نخدم وباش نوقف. معكم هشام العمارات من مدينة سلا، 29 عام، نيفو علمي وباك آداب 2009. تنعاني من مرض السكري منذ 12 عام هذه، وعندها بداية سنة 2018/1/16 مادة توفى الوالد ديالي. وجاتني واحد الإيموراجي على عينية اللي مشيت بها السبيطار، اللي من شهر واحد وليت نجري عليها، مشيت بها السبيطار ما فهمتي مدى طلع هبط، ما داروا معايا حتى حاجه. مني من اللي اثر ليا العينيه اللي دا ليا العين اليسريه والعين اليمنيه اللي دابا تنضرب عليها الشوكات كل شهر وحده، ونسي يديروا شي 3000 درهم للوحده. حتى الطبيب دابا حتى الشوكات ما بدلهم ليا ما والو. وملي درت واتصلوا بي واحد القولوا بالرحيم على العمليه اللي قال لك السبيطار الحكومي اللي ما نقدروش نصايبوها لك، ما عنديش الماتريال باش نصايبوها لك، ولا حولي ولا ما نقولش ليكم. وحتى واحد المساعده الاجتماعيه صيفطتني عند واحد الدكتوره تماك اللي هي رئيس القسم بهذا البراه هذه اللي ما تعاملش معايا حتى مزيان. ما من شهرين وانا تنمشي تماك من 9 الصباح ل 6 العشيه وانا جالس في الدص وعندي السكر وتنضرب جوج الانواع ديال اللي باري، جوج الانواع ديال اللي باري اللي غير دقه وحده تنحس بالموت. عندنا الانسولين صعيبه ديال السكر، والحمد لله عندي وراقي، عندي بيرمي ديالي، عندي راميد. قالت لي التحليل راميد ما يدير لك حتى تحليله ديال 10 دراهم، وجبت شي سيكيريتي تما ولحت لي ورقيه في الارض وقلت لها اللي ما عندوش يموت. قالت لي يموت حسن ليه بهذه الجراه وبهذه العباره هذه. اثر لي السكر بزاف على عينيا وما لقيتش اللي يتكلف بيا ولا يعالجني. حتى الاسره ديالي دابا ملي مشى لي الشوف خويا الصغير ولا تعدى علي عنده 25 عام ولا تكرفص عليا من المزيان وما كاينش اللي يديك السبيطار ما كاينش اللي يعتني بك. وقاري الحمد لله، وحتى السفارة تنقرا فيها ملي تيديروا دوك المنتديات ديال تعليم اللغة. قريت جوج اللغات، قريت الإنجليزية قريت الفرنسية، دوزونغل عندي وما كاينش اللي يعتني بي. وانا دابا بغيت ندير غير العملية يتكلف بيا شي واحد يدير لي العملية واخا على برا على عالج البلاد، حيت الطبيب اللي دار لي العملية الأولى لاحني ما بغاش يدير لي حتى العملية الثانية، لا يحيد لي واحد الجلدة ونولي نشوف واحد الجلدة ويحيد لي واحد المداخل العين ديالي، والعين الأخرى اللي تنجب بها دابا باقي فيها واحد 2% اللي خاصني ضروري واحد الشوكات. واحد الشوكات قال لي تيديرو 9000 درهم ما بدل لك الطبيب الدولة بغاك تشوف، وتيجيو من برا دوك الشوكات وغالية اللي هي تيديرو 60000 ريال ولا تيديرو 9000 درهم 180000 ريال. منين تجيني؟ ما خدام ما والو، حتى الماكله اللي بغيت ناكلها دابا مالي الدار قطعوا عليا الماكله وقطعوا عليا كل شيء.
حتى ملي نبغي ناكل لما مشيت سعيد في الزنقه ما كاين والو، ماشي دي وجه السعايه وماشي وجه تعطي شي حاجه. الحمد لله عندي رجلي عندي يدي، خاصني عينيه باش نخدم وباش نوقف. بغيت نرجع دابا عيني ونولي نخدم، باقي المستقبل قدامي، بغيت نكون اسره انا بحالي بحال عباد الله. انا ما خصني والو، مثل الدي ديال عباد الله ما والو، انا خصني عينيا. الدواء ما عنديش باش نشري خبز، انا بغيت ناكل خصك تجيني عطي عينيا. انتو بغيتو تشوفو حالتي، هانتوما رجليا رجليا نوريكم حالتي، حالتي الصحية هادي، حالتي الصحية اللي أي حاجة أي حاجة أي عطرة وأي حاجة أثر الدق والضرب والطيحان. ويدي ما ترجع تروت، ما تشوفش بعيني حتى الشمس. هاد العين هادي اللي باقي تشوف بها واحد شوية 18 الحصة ديال اللازر، الضو ديال الشعاع ولات يعميني، والطبيب تيفقد الأمل فيها كل مرة تيقول لي شو كتقول لي أنت ما عندكش. حتى الطبيب ديال العملية غير البارح دوزت عندو هالوراق، دوزت عندو عندي الشوكة نهار 28 عند الدكتور الآخر. ما عنديش باش نخلص الدواء، وما عنديش باش ندير العمليه، وانا تنطلب من الجاليه المغربيه اللي كانت تشوفني كاينين برا جمعيات يتكلفوا بيا. ماشي تما كنرجع عيني ونرجع لارض الوطن. دابا وليت تنفكر باللي نمشي نحرق على ود عينيا. علاش علاش غير واحد من الجالية المغربية كما كان داخل الوطن ولا خارج الوطن يصيب لي يديني تما نتعالج، ندير اي عملية وحدة راه نتعالج تماك، ما غيطولش المدة. ودير لي واحد من ولاد وواحد من خوتو، راه كاينين قلوب الرحمة وكاينين ولاد الناس وكاينين بنات الناس. كيما وقفوا معايا المرة الأولى ودرت هذيك العملية، ما بقى تيساعدني حتى حد، ما بقى حتى حد اللي يطلع عليا، حتى حد ما تيسول فيا سوى الله سبحانه وتعالى.